السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سي جليل، السلام ورحمة الله. سي صحراوي، كي داير؟ لاباس عليك؟ انيا كلشي بخير، صباحك مبروك. الله يبارك فيك. كي غادي الامور؟ الحمد لله. العواشر هذيك؟ نعم سيدي. اليوم 8 في شهر 8 في شهر 6 2024. تمام. عيد الاضحى ان شاء الله مبارك على الابواب. على الابواب. على الابواب. مرحبا به. الله يحفظك. سي بجلي بات لي في قاصه ديال الثلاجه. هذا خويا محمد في قاصه ديال الثلاجه، سعه 440 بيضة. 440 بيضة. الغرض من هذا الفيديو هذا كنحاولوا غير الاكسيد ديال الاخوات يديو معنا الثلاجه بحال هذا، واش يقول لك حنا اول مره نستعملوها ورينا شنو خصنا نديرو كيفاش غنتعامل مع القاصه. تماما. هو في القاصه كيما قلنا الثلاجه ربينا في القاصه تجي بهذا الشكل هذا. كاين الماتيريال ديالها لداخل. هادي راه دابا تجمعات، انا كنا غنديوها دابا نصيفطوها للمدير. دابا الصباح غتمشي ان شاء الله باذن الله تعالى. تجي بحال هكا. الفيديو ديالها هنا. الميكانيزم. هذا هي بلاصتو. هنا. شايف؟ الطاسة ديال الماء، هادي هي بلاصتها. هنا. تماما. تيجي مع هاد التيو هذا، تلصقوه هنايا. لصقوه بلاصة فيه الطاج. كاين واحد الجوان ها هو جلده مشى تلصقوه تما تنزيروه مزيان تنحاولوا ندخلوه من هنا، ولكن ماشي دابا غندخلوه. اول حاجه غندخلوها هو الموديفيكاتور ولا الفواح، الجهاز الخاص بالرطوبه هو هذا. هذا غندخلوه هو الاول، ندخلوه من هاد الثقبه هادي يخرج لينا من اللور. عاد نصيفطو التيو. عاد نصيفطو التيو، لاقاش مايمكنش ندخلو التيو حيت هذا غلاب. هذا هو الاول، هذيك الساعه نصيفطو التيو ديالو، ندوزو التيو من اللور، التيو غندوزوه من اللور، غنلصقوه هنا مع الفيدو، هنايا. تمام. وأهم حاجة هي أن من يكون الفيدو عامر يكون التيو لاصق والطاسة راكبة، يتأكدوا واش كاين شي تسرب ديال الماء. تماما، ضروري، قمي ديما، أجا خويا محمد. نخرجو التيو من هنايا، وغادي نخرجو الفيش حتى هو ديال الموديفيكاتور، هاهي بلاصتو هنايا. دائما تلقاها هنايا، تنشدو هاد الفيش هذا تلصقوه هنا. كنا تنديرو ترونسفور على برا تيلصق، ولكن الاغلبيه ديال الاخوه تنشوفو ماشي يديرو، تيغلط تيشدك البريز تيديرو كيركب في بريز اخر ديال الاخر. كيبان لي ماشي علاش واحد البوله في داك ترونسفور كيركب داك الفي داك البريز في بلاصه اخرى، مع العلم ان داك ديك البوله اللي كاينه في ترونسفور كتخدم الا كان خدام الهوموديفيكاتور. الامر الا كانت طافيه راه ماشي كيعني ان الهوموديفيكاتور ما خدامش، كيعني ان الماكينه ما محتاجاش الرطوبه ديك الساعات. هذا غادي نلصقوه هنا يا بنا شتي تيو حتى هو يخرج من هنا، غادي نلصقوه هنا في هاد البيصه. اجا خويا هي مهمة. هاد الموديفيكاتور هذا غادي نديروه هنا شتي، هنا غنجيبوه هنا لهاد القنت هذا. ديما في القنت، ديما في القنيت تيكون تحت من هادي الطاي. علاش؟ يكون بعيد على الفلوتور باش داك اللي بقى يطلع دوك البواقات ديالو ما يطيرهمش على البولات، باش ما يتحقوش لنا البولات بالماء. يكون بعيد على الفلوتور هنايا باش يضبط لنا المستوى العلو ديال الماء ما يكاليش لينا. بالنسبة للإخوان السعجيين اللي ما كيعرفوش منين كيتريكل الفلوتور، الفلوتور ها من تيتريكل. انا غادي نريقلوه من هنايا، ولكن ما فيها باس نديرو ليهم واحد النقطة. ها واحد الفراشة هاهي شتي، ها الفراشة هادي، هادي غنحلوها. هادي كي اللي كطلع؟ هادي غادي نحلوها، خاصها واحد شوية. هاديك ما كتزير اسيدي؟ لا لا، تنحلو هاد الفراشة هادي هاهي شتي، هادي نحلوها، وتنطلقها واحد شوية. صافي، وكاكرا الفلوتر كتبقى تلعب به كيف ما بغيتي. تنريقلوه هكا ها، وتنعاودو نزيرو. نعاودو نزيروه صلاح النبي. هذا بالنسبه للاخوان. دابا الماء فاش تيبقى يعمر تيبقى يطلع، هذا يطلع شويه شويه تيوصل هنا تيقطع. صافي، ما حدا هي كتهبط وما كيتزاد. صافي، النقطه اللي تنقصات تتزاد وهي غير هذا تيكون هنا. حاجه اخرى خصهم يركزوا على هاد السيتان، هادي تكون ديما عامره. ديما عامره هنا، ديما الماء يكون، ديما الماء ما يهبطش على هاد المستوى هذا، ديما الماء فوق من هادي. الا نشوف عليه الماء يتحرق. تمام. إذا نشوف الماء نقطة أخرى، الماء على حسب المناطق، الماء كاين اللي فيه الكالكير بزاف بعض المناطق، تتهيد هذا تنديرو واحد الخل ديال الخل عادي ديال الحانوت، تنديرو واحد الكويس ونحطو فيه هذا ونكبو عليه الخل ديال الحانوت، تقريبا واحد القسمين ديال الماء كان ربع ساعة تخرجو جديد بحال هكا، بلا ما تحكوه بشي حاجة، خليوه هكا، هذا قلنا يكون هنايا، فلوتر خارج.
طاسه ديال القرعه ديال الماء اللي فوق السيتيرنا ما عمرها تسد. ما عمرها دار واخا تسد، دير ليها واحد ديال ندير منين كتشوه صافي دير الصبر ديالها باش تنبش ديما كتبقى الكومبريسيون. اييه الا كانت فيها التقبه ما كانش ديرها فيها، ولا ما لا خليها محلوله هكا كاع ما تخافش. صافي هادي غتكون بنا هنايا دابا غندير مريوه ان شاء الله. بنا هادشي هذا كله سيجي شنو خصنا نديرو؟ نجيو هنا نديرو الكريز ديال الميكانيزم. ديال الميكانيزم هذاك البريز راه ما خصوش يركب شي بريز اخر. لا هذيك هي بلاصتو، هذيك هي بلاصتو، لان هذاك البريز راه مريقل مع الاكس ام، مريقل مع الاكس ام، والاكس ام هي اللي كتعطيه انطلاقه فوقاش يدير فوقاش يخدم، وكتعطيه عاوتاني فوقاش يسكت. كذلك مع الهوميديفيكاتور راه الاكس ام هي اللي كتعطيه الاوكي باش يخدم، وهي اللي كتسكتو. دابا نجيو اخي محمد الوضع البيض، البيض هذا هو البلاط، نخليو الميكانيزم تما. غنجبدو بلاطة بلاطة نحطوه في الأرض، نوجدو حدانا البيض، نوجدو كلشي نحط على الميشو. هادي هي بيضة، هادي بيضة، هادي بيضة البلاستيك، هاي فيها الجهة رقيقة والجهة الغليظة. هنا في كاين الجيب الهوائي، الرجاء رقيقة غتكون من التحت، ما نوضعوش هاكا، نوضعو هاكا الجيب الهوائي من الفوق. تنعمرو البيض ديالنا ونتأكد ما تكون لا شقة لا تهريسه لا والو، اللي مهرس واللي مشقوقه، وهذه ماشي غير الفقاصه، لا اي فقاصه، اللي مهرسه اللي مشقوقه ما دارش تحيد كلها مع راسك بصحه وراح. حط البيض بحال هكا، تنعمر البلاطوات ديالي، غنهزو شي غنهزو بشويه عليا، عمليه سهله. غادي نحط ملي البلاطو هكا وندفعو يمشي، ندير يدي من تحت ونحط، راه عطاك اتساع. راه ندير لك انا واحد لابار، ندير لك 13 تقريبا 13 ونص باش تقدر تخشي يديك بسهوله، ما تخاف حتى من شي حاجه. هذيك 13 ونص راه عندها دور ديال، عندها جوج ادوار. الدور الاول انك كتحكم حتى في البلاطو كيف ما بغيتي، والدور الثاني ان الرطوبه والحراره كدوز تمايا كيف ما بغات بسهوله. حيت ماشي عندنا الغرض هو اننا نكثروا البلاطوات والعدد ديال البيض، وحتى التقليد ما يكونش عندك، لا القياس ديالها بغينا فقاصه، ما بغيناش بغينا العدد فقاصه. تمام غنحط البلاطو بحال هكا هنا، شي بحال هكا، تنعمر كلشي ونساليت، ركبت البريز، البريز ديال التقابل تركب النهار الاول اخي. اه من النهار الاول تمام. من النهار الاول، الفكرة ديال حتى النهار ثلاث ايام عاد نحل الماكينة ونعاود نركب البريز، نساوها ماكيناش. التقليب غيركب من النهار الاول، دوز ثلاث ايام عاد نحل انا، ويخرج ديال الرطوبة وتخرج ديال كلشي، وعاد نسد عاوتاني ماكيناش. ركب كلشي سد الماكينة ما تعاودش تحل. صافي حتى النهار 18 يوم بغيت تقرا البيض في الشباكي، عاد ديك الساعه غتحل الماكينه، غتحلها الا الطوارئ فقط. شنو هما الطوارئ اللي ممكن ليهم؟ انك غتجي الثقور ديال التهويه، غتمشي ريحه ديال الريحه ديال شي ريحه مزفره، ريحه خايبه. علاش؟ بعض المرات تكون البيضه مشقوقه ما تتبانش ليك انت، ما حبتها تعرض للحراره وهي اللي تحل ديك الشقه، حتى غتبغي تعطي الريحه. كون تجي تشمها من الثقور ديال التهويه، الرجال تخرج غتشم ريحه ديال الخنز، غتحل الماكينه، ولا قبل ما تحل غطل من هنايا وغتشوف الا بانت ليك هنا مزيانه، باش ملي تحل تمشي ليها هذيك تحيدها. ما بانتش غتحل وغدوز دوزه خفيفه بصوره. حل شوف شنو كاين، الا بانت ليك اللي كانت مشقوقه راه غتبقى تسير من التحت، تبان لك الصفوريه ديالها. تمام. بالنسبه لبعض الاخوان كيقول لك الا تقطع الضوء على الماكينه، الا تقطع الضوء ديال الماكينه غتسد الثقوب ديال التهويه وتخليها ما تقيسها ما والو. المدة ديال شحال؟ ساعتين ما تخافش عليها. ساعتين كحد أدنى. ساعتين ما تخافش عليها، خليها غير ما تحلش الماكينة. شي مدة غطوال تجيب واحد النوع ديال القراعي. شي واحد نقول لك قدر الله. بلاستيك تيكون رطب، تيديروا فيه الماء سخون طايب، وتيحل الماكينة ويخشي لداخل، واحد أربعة القراعي ولا خمسة تيقوم حافظين على الحرارة ديال البيض. هذا الا كانت المده طوالت، اما ساعتين ما تخافش عليها. هذاك الشيء اللي بغينا حنا، بغينا نعرفوا في حاله ما شي حاله طارئه، مثلا الضو بقى مقطوع من الصباح، تقطع لي انا مثلا الضو مع 9 الصباح وجيت مع 12 ولقيته باقي مقطوع. مشكله غتحاول تبدا تبقى تما احتمال انها تبقى مزيانه. تما كتدخل مرحله الخطر. التجربه الضو تقطع عندي تقريبا 3 السوايع وبقى البيض مزيان ما كاينش مشكل. غير بشرط كما قلت لك الماكينه ما تحلش. ملي قدرت كاع نسد حتى الثقوب ديال التهويه نسدهم.
ولا كنت حاط الماكينه فشي بلاصه فشي بيت مفوه، نسى الثقوب ديال التهويه ونسى السراجم والبيبان، ماشي مشكل غير باش لان كل ما حافظت الماكينه على الرطوبه والحراره ديالها كل ما افضل، كل ما مزيان تمام. نجيو نشعلوها اسمع، نشعلوها اسمع، بسم الله. ملي غادي نشعلوها غنبقاو نسمعوا واحد الصوت ديال الالارم ديالنا. سمعتيه؟ هذا الصوت تيدل على انه راه كاين شي مشكل، يا اما راه الماكينه راه كانت طافيه وشعلات، ولا راه الحراره طالعه بزاف، ولا راه هابطه بزاف، ولا الرطوبه راه طالعه بزاف، ولا راه هابطه بزاف، يعني كاين مشكل. فاش تسمع هذا الالارم هذا غادي تشوفه، ما عرفتيش غتصور الطابلو وصيفطو ليا ضروري. ما عندك مناش تحشم ولا تخاف من الكلام اللي تيقول لي نبرزطك. لا برزطني صدق، بالعكس راك غادي تبرزطو. هي اي هي الا قلتي لي هبدا السعب جي راه الرطوبه طالعه عندي بزاف، ولا الحراره هابطه عندي بزاف، ولا الفيصه ما خرجتش عندي الماكينه، هذاك تما فين غادي تبرزطو. اما الا جيتي ودرتي تصويره وصيفطتيها لي بالعكس راه مزيانه. صغيره الكبيره اي ملاحظه راه حطيتيها غادي تواصل معايا. واحد النقطه اخي محمد ما شرتش ليها قبل ما دير البيض، فقاصه جديده قبل ما دير البيض غادي قبل ما دير البيض غتخدم واحد ساعتين ثلاثة السوايع، تشوف الاوضاع ديال الفقاصه كيفاش وصلات، لاحظ مزيان اي ملاحظه راه حتى اتصل اي ملاحظه كيف ما كانت. دابا تسكت اخي محمد رجع الموضوع ديالنا، تتغوت شاف باش غادي نسكتها غنكليكي على هاد البوطون هادي السهم اللي تيشوف لتحت، كاينه واحد جوج الثالثه البوطونه الثالثه هي سكتات. الاشاره ان ملي غتوصل درجه الحراره 35 غتبقى تغوت عاوتاني، واخا تبغي تسكتها ما تسكتش ليك. علاش؟ حيت ضروري ولا اجباري انك تخليها تغوت. ملي غتوصل ل 37 فاصلة شي حاجه ولا 37 ديك الساعه ممكن الا ما سكتاتش هي الراسه ممكن تسكتها بهذا البوطون هذا. هي في غالب الاحيان كتسكت، غتسكت الراسه الا ما سكتاتش ليك، غتكليك على السيرفيس هذا وغيسكت لك صافي. حاجه اخرى عاوتاني راه ماشي منين تسمع الفقاصه اوتوماتيك صافي ندير فيها البيض ونمشي نبعد على 18 اليوم عاد نجي، لا بالعكس راه بحالها بحال التلفازه بحال الثلاجه العاديه، انني خاصني نجي نطلع عليه هنا. راه الحراره عندنا هنا مريقل على 37 7، الرطوبه عندنا مريقل على 55. راه ملي كديماري الفقاصه وكتطلع في الاول راه النهار على خوه، تقدر تهبط تقدر تزيد تطلع. فلهذا علاش داكشي علاش خصني نبقى نجي كل نهار انني نراقب فيما دايز من حداها نجي نشوف، لان برا يقدر يكون الجو بارد بزاف، يقدر يكون سخون بزاف. العوامل الخارجيه تاثروا على الفقاصه ماشي من هنا من الكادر ديالها، سواء ثلاجه ولا بانو ساندويش بحال هادو هما. هي اللي هو هذا بحال هادي هي دور الفقاصه، تشوف ها الفقاصه واخا يكون كاع بانو ساندويش راه واخا هكاك راه تاثر على لا لا هذا ما غاديش يدخل، راه ايزولاسيون عازل الحراري ما تخافش عليه. ولكن الا كان الا كان ولا الصاد تيدخل من الثقوب ديال التهويه تماما هي خدامه. دابا راه مضبوطه 37 ميغرا على 37.7 كأعلى درجة، وعلى 37.2 كأدنى درجة، غتبقى تخدم دائما ما بين 37.2 و 37.7 دائما. الرطوبة غتبقى في الأيام الأولى غتتغير على حسب الأيام، الأيام الأولى تخدم ما بين 50 تخدم الموديفيكاتور تشارج البولة ديال ويت، توصل ل 55 تطفى البولة هادي وتطفى الموديفيكاتور، تبقى ديما تخدم ما بين 55 و 50. تقدر توصل مثلا ل 56 57 ماشي مشكل، كذلك حالة توصل مثلا 37.8 فاصلة 9 ماشي مشكل، حيت ديك الساعة راه طافية، غير هي الحرارة بقات طالعة شي شوية، ولكن راه ما تتأثرش. هي في الغالب خصها تكون ما بين 37.7 37.2 هذه في الأيام الأولى ديال الحرارة ديال الرطوبة. في حالة ما استعجلتش أن كنت دايرها في واحد الجو اللي هو حار مثلا أنا مثلا في مراكش ولا في ورزازات ولا في زاكورا كنعرفوا ان في الصيف كتكون الحراره مفرطه كطلع الحراره. جيت انا الفقاصه مريقل على 37.7، انا جيت لقيت الفوق في البلاصه اللي فيها دابا حاليا 24، جيت لقيت فيها مثلا 39 انا تما في الحراره، شنو ندير؟ غادي نشد الماكينه غنحلها. حل الماكينه لا واحد 10 ديال الثواني حتى 15 ثانيه. حل الماكينه تخرج ديك الحراره غادي نسد. مرات تيكون ستراكتور واحد المروحة ديال خروج الهواء الزائد تنديروها إلا كانت فقاصة كبيرة، الصغيرة ما تنديروهاش في الغالب ما تنديروهاش، أغلبية ما تنديرش أنا ستراكتور. المهم هاد الفكرة اللي قلتي ديال حل الباب هي آمنة مرة شكل غادي نحل نفسها واحد شوية آمنة بالنسبة للبيض. نعم هاد الفكرة آمنة بالنسبة للبيض غير ما تطولش بزاف يبان لي الجو على برا تيأثر على البيض يبان لي. المهم تهبط غا واحد ثلاثة درجات ديال الحرارة ولا أربعة ديك الساعة غادي نجي غنعرف بين راه الجو كاين على برا غنخدم مخي، شنو غندير؟ غنهبط درجة الحرارة
هي دايرة 37.7 كأعلى درجة، غنهبط 37.5 باش تبقى الماكينة توصل 37.5 والجو الخارجي غيوصل 37، غيبقى زيدة واحد جوج درجات ماشي مشكل. زين تمام. باش غادي نزيدها؟ غادي نجي نبارك على 6، باش غادي نزيد ولا غادي نقص؟ هنا كيف ما كنشوفوا كاين عندنا اربعة البطونات، الاولانية فيها 6، الثانية فيها سام الفوق، الثالثة فيها سام التحت، الثانية اوك اوك، الرابعة اوك. الايام الاولى قلنا غتكون 55 ياك، فاش غتوصل مثلا واحد 10 ايام نقدر نزيد في الرطوبة، نكليكي على 6. فاش نقول لك مثلا زيد، فاش تواصل معايا نقول لك زيد، زيد في الرطوبة ولا زيد في الحرارة ولا نقص من الحرارة، غتجي تبارك على 6. ها هي 6، هذا اعدادات سطحية ماشي معمقة، سطحية. هي 6 عطاتنا اف اف مقلوبة، اف اف مقلوبة فيها 37.7. هنا ممكن نقص، ممكن نزيد، ممكن نزيد في الحرارة، تنقص بالسهم اللي تيشوف لتحت وتنزيد بالسهم اللي تيشوف الفوق وندير اوكي، تعطينا اش 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 هي مدير الرطوبة فيها 55. ممكن نزيد على حسب الايام، ممكن نقص على حسب الايام، نسالي ندير اوكي, أوكي. صافي هادي راه عملية سهلة، راه ما يخاف منها حد، ما يقول انني غادي نرونا سهلة. هذا هو الاعدادات اللي عندك بهم غرض، الحمد لله. مهما انك قادر تشد التليفون ودوز ابيل، راه قادر انك تريق الحرارة والرطوبة ديالك. الاعدادات المعمقة ما عندك ما دير بها، تمشي بريك لا من عندنا هنا، كتمشي من الدور ديالك هو هادي الحرارة والرطوبة. تمام. نقص هنا ما تزيد تنقص. صافي سي محمد، هادشي اللي كاين خويا، هادشي اللي كاين. فواحد القضية نقولها لك، عندك هنايا فاش غادي نهار 18 يوم مثلا بغيت تقلب البيض للشباكي ديالو، غتلقى الميكانيزم هذا يا اما هابط لهنايا ولا غادي لهيه، تيكون مالو. تمام. من الضروري يكون اما 45 لقدام ولا 45. تمام. من الضروري نهار 18 فاش تقلب البيض للشباك. انا باش غادي نقادو نديرو افقي، نقادو غنجي نكليكي على هاد الساروت هذا، السهم اللي تيشوف الفوق يعني البطونه الثانيه، غنبقى بارك. شوف ما هي بارك عليها، ها هو تيدور، ها هو كيدور لي، تيدور في حالة ما كان الميكانيزم نيت مقلوب لي وبقيت وارك عليها، ما كان حتى شي حركة، شنو غندير اسي وجاي؟ إلا كان الميكانيزم مقلوب لي وطيت عليها أنا، بلي الميكانيزم ما تحركش. أنا غادي نديرو دابا العملية، غنحيد يدي ونعاود نبرك. كيفاش غادي نبرك؟ أنا بارك، أنا باقي بارك. أنت باقي بارك. ما تيمشي بعدا الموتور لي، صور لتحت، صور لتحت. ها هو دابا وصل لي. ها هو حبس. ها هو حبس. نقدر نوطا؟ حيد يدي. شي شنو غادي ندير باش نرجعو للجهه الاخرى؟ غنبقى بها البركه عليها، هي عليها نيتي. الا ما بغاش يتحرك غنحيد يدي ونعاود نبرك. نحيد يدي ونعاود نبرك عاوتاني. ها هو راجع، ها هو راجع، غيبقى راجع راجع، غادي يوصل افقي، غنحيد يدي بكل سهوله. تمام. ها انت شوف، انا برك، انا اللي بقى انا ضاغط عليها، ما محيدش يدي. شي حتى غادي يبقى افقي، هادي في نهار 18 يوم، 18 يوم باش نقدر نحيدها. غير يتقاد يولي افقي بحال هكا، ها شنو غندير ديك الساعه؟ دابا حنا نهار 18 غادي نحطو البيض ديالو في الشباكي، غادي نوجد الشبيكات ديالي كاملين، نوجد داكشي ديالي، هاديك الساعه ندير العمليه هادي. هاديك الساعه غادي نهبط غنحيد البريز، هاو حيد البريز، هاو كل سهوله، هاو حيد البريز ديال التقليب، شتي حيد البريز. هذيك الساعة ما حيدش الميكانيزم ديك الساعة، ما تقيل ما كاينش، غير انا باش غيتحيز، غير باش ما يخرج البيض ما يتاثرش. تمام. غنهز، شوف هنايا غندير يدي من التحت، نهز هكا ونجر عندي بشوية شي، نحط نسد الماكينة، نسد حتى في الشباك، نقلب البيض ديالي في خاطري، نقلب البيض في خاطري، ما كاينش مشكل. سيف جليل، كيفاش عندنا شي طريقة دابا باش نعرفو كيفاش نديرو نقلبو البيض؟ بلا ماشي نقلبو مثلا الشباكي، لا غادي نقلب تنكمل البيض كامل ديالي، فيما نجبد شي بلاطو غنسد الماكينة حتى نقلب البيض في الشبيكات ديالي. تمام. فهمتيني؟ هاديك الساعة غنحط الشبيكات، الشبيكات الثانية ما تكونش من الأرضية، يكونو كيتعلاو على شي حاجة، تعلاو على شي حاجة. نجيب الشبكة. وعليكم السلام. وصل الشبيكة ديالنا، هما هادو، إذا كانوا العيون ديالها غلاط بزاف غنقطع واحد الطرف ديال الباش ديال الشبكة فيلي على قد هادي، ونحط فيها بيض هنايا،
قلنا البلاطو تحت الشبكات الثانيه نحاول نخليها ما نخلاش من الارضيه ديال الفقاصه، ندير شي حاجه نعلي بها ولا ندير شبكه اخرى ندير ليها كنقلبها ديما شبكه زايده نقلبها اي نقلبها ولا ندير شي حاجه احسن فكره نحط الشبكه ديالي نعمر البيض البلاطو اللي خوا غندير ليه هكا نحطها تما يا اما بلاطو هذا ولا ندير قطبان ندير انا بلاطو نقول ندير بلاطو نجيب شبكه اخرى فاش نعمرها عاوتاني نحطها عاوتاني نحطها فوق منها وهكذا دواليك تنكمل كل شيء ديالي تمام مفهومة المعلومة سهلة شي حاجة لي واحد نكمل هذيك الساعة غادي نخرج الميكانيزم ديالي نحيد ليه البريز راه محيد غنهزو بسهولة راه ماشي مفيكسي غنهزو بسهولة شتي نخرجو هكا قلنا نديرو شبكة هكا ثانية خدا وندير شبكة فوق منها وندير أخرى فوق منها وندير أخرى فوق منها تنوصلو كل سهولة صافا خي محمد دير العملية سهلة وديك الساعة غادي نسد الماكينة ديالي أنا غادي نكمل ديك الساعة غاتواصل معايا غاتزيد كيما قلت ليك الرطوبة نقص من الحرارة تواصلو في التليفون ونبقى واحد 3 أيام 4 أيام حتى 5 أيام ديال التفقيس المهم المواكبة في التفقيسة كلها هذيك الفترة هي أصعب فترة هي فترة حرجة الماكينة ما تحلش منها ما تحلش إلا تحلت الفلوس غتقصى عليها القصرة وغادي ما يخرجش غادي يموت لداخل نخلي الفلوس حتى يخرج كامل ما ماشي نشوف الفلوس من هنا ياخذني الحنين ديال الفلوس نحاول بغيت نطلع عليه لا عندي ما نطلع يا الجاف كتشوفو غير من هنايا انك غادي تساعد ولا ما حليتيش الفقاصه راه كتساعد الفلوس تتساعد باش ما يخرجش الحراره ولا حليتي الفقاصه راه كضرب داكشي كله بزاف انا كتعاود تقصى عليه القشره كيموت وسط البيضه تماما هذا الشيء اللي كاين والله يسخر ولكن في الايام ديال ملي تقلب البيض في الشباكي حاول توجد تجهز البلاصه الامنه اللي غيكون فيها الفلوس تكون تدفئه تكون نقيه دير التبل دير النجاره ديال الوقت ديال الخشب المهم البلاصه تكون سخونه دافيه فيها مزيان من البرد وتكون فيها التهويه شي شويه واحد الناسين ميكونش مزموتة باش ملي تخرج الفلوس تا تبقى ديك واحد ساعتين ولا ساعتين باش تخرج الفلوس هاديك الساعة خدم السخانات باش يسخن الحاضنة ديالو جبد الفلوس لي ناشف ديه لتما حطو عاود سد نشف لاخر عاود تاني حطو تما غير العامية تكون سريعة باش الفلوس مينشفش أنا خرج متشفش هادشي لي كاين أخي محمد وملي تسالي تحلي الماكينة ديالك خليها تهوى تحيد الطاسة ديال الما تغسلها مزيان تنقيها تحيد الموديفيكاتور ديرو في الخل كي قلنا نقيتها هو الطاسة تخويها ضرب لها واحد المسحة بجوفيل ولا بالخل ديال الحانوت العادي تحقق معاها مزيان وخليها تبقى محلولة باش تبقى مفوهة شي شوية فقاصة من الأحسن ديما بين تفقيصة وتفقيصة نيطواية بعد نهار يومين كاع كشف مزيان لسا بغيت نعمرها راه عمر تمام ساهل العملية راه ساهل والحمد لله هاد النسبه ديال الفقاصه اللي وصلنا 90% ديال التثبيت على بعض المرات الحمد لله تبارك الله مزيان الله يبارك فيك ترى ماشي راه تقريبا واحد 80% كتكون من البيض حتى البيض خاص يكون مخصب ويكون جديد يكون جديد ما يفوتش واحد 14 يوم 14 يوم في حال بارده ما بالنسبه لي خاص واحد 12 يوم 10 حتى 10 ايام كل ما كنقل كل ما مزيان كل ما كان جديد كل ما مزيان تماما هادشي اللي كاين ونتمنى ان شاء الله هذا الشيء يكون ما توصل الله يسخر الجميع والله يسخر مولاها وتحياتي السي الصحراوي تحياتي السي الجليل